من المتاحف بإطار جديد. يسعدنا أن نرحب على المسرح بمعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي. شكرا جزيلا، أشكركم على هذه المقدمة. بالنسبة لحضرتكم جميعا الذين يصغون إلينا، أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله. آمل أن تكونوا في خير حال وفي أفضل موضع. لقد كان هذا عاما حافلا بالتطورات، وجعلنا نفكر حقيقة، وجعلنا نتكاتف سويا. طوال حديث اليوم سوف أتحدث عن كيف أن العالم الثقافي قد تكاتف وعمل سويا، ليس فقط لتقوية روابطنا وشراكتنا، ولكن الأهم لتقوية مستقبلنا وتعزيزه. ونحن نجتمع هنا لمستقبل الثقافة ومستقبل المتاحف أيضا. عندما نمضي قدما لا نستطيع أبدا أن نواصل دون أن نتكاتف سويا. كنت أحب أن تكونوا جميعا معنا هنا هذا العام في أبو ظبي، وتستمتعوا بالجو الرائع في أبو ظبي والشمس المشرقة، وتنضموا لنا في متحف اللوفر أبو ظبي. وبالنسبة لحضراتكم جميعا، كنت أود أن تروا الرؤية والاستراتيجية التي نسعى لتحقيقها في جزيرة السعديات. وددت أن أبدأ كلمة الترحيبية بحضراتكم جميعا بالحديث المعتاد عن ما هو متوقع منا في ظل منظومة ثقافية نعيش فيها جميعا. لكن أود أن أبدأ مع حضراتكم بقصة صغيرة. عندما تفشى الوباء للمرة الأولى، وأنا واثق أننا جميعا كان لنا دورنا الكبير في ذلك، حتى في عندما شهدنا المتاحف تغلق أبوابها والمؤسسات الثقافية تغلق أبوابها، ولم نفهم ماذا سيحدث في هذا الفيروس وتطوراته، ووصلنا إلى نتيجة مفادها أننا بحاجة أن ننتهز هذه الفرصة، أي أن نعود خطوة إلى الوراء وللمرة الأولى منذ فترة طويلة أن نفهم كيف يمكن أن نتطور كموقع ثقافي، كمتاحف، للتعبير عن استراتيجياتنا وسعينا لهذا الاستفادة من هذه الجوانب الديموغرافية التي تتسم بالشباب والثقافة التي يزخر بها القرن 21 وكل مناحيها الجذابة. القصة التي أود أن أخبر حضراتكم بها أنه ما أن نفتح أبواب متحفنا الرائع هنا في أبو ظبي، أول شيء قمت به أنني أخذت أسرتي لزيارتهم. لدي 4 أطفال، 2 ولدين توأم وفتاتين رائعتين. من حسن الحظ وللأسف أيضا وقع ذلك الوباء في العام الأول من حياة ابني التوأم، لذا فأمضي وقتا طويلا في المنزل، فكانت أول زيارة لهم خارج المنزل هي إلى اللوفر أبو ظبي. ومتحف اللوفر أبو ظبي ذهبنا إليه ليس فقط لأني أحب متحف اللوفر أبو ظبي وأعتقد أنه يقدم شيئا هاما للغاية، لكني رغبت أن يكون أول شيء يراه أبنائي هي تلك اللوحات الرائعة على الحائط وتلك الآثار المميزة من تاريخ أرضنا وثقافتنا. أن يروا للمرة الأولى وتفاعلوا مع أشياء، وفي الوقت نفسه ابنتي كانتا هما بمثابة الدليل والمرشد لابني في هذه الرحلة. أحيانا نأخذ الأمور على أنها أشياء مسلم بها، هناك لحظات فارقة في التاريخ مثل هذه الجائحة، وتجعلنا نفكر في هذه النعم ونتدبر فيها، نعود خطوة للوراء ونرى كيف أن ابنتي يتفاعلون مع ماتيس ومع اللوحات الرائعة الموجودة، وكيف أن ولدي أصبح مرتبكين عندما شهد بعض هذه التماثيل الرومانية الضخمة والعملاق. هذا أيضا جعلني أستمتع حقيقة بما أنظر إليه. هذا هو العام الثالث لمتحف اللوفر أبو ظبي، وهذا مصدر للاحتفاء والاحتفال لنا جميعا في أبو ظبي ولكل من يهتم بعالم الثقافة. إنه مصدر احتفال لفريقي الرائع أيضا وتعاوننا بداية مع مانويل رابتيه وكل من يعمل في اللوفر أبو ظبي لجعل هذا الحلم واقعا ملموسا. لكن الأمر الأكثر أهمية أنه احتفال للعالم بأسره، وأن نمضي ذلك الوقت في اليوم الأول في المتحف. لقد ذهبت في الصباح المبكر، كان الجو هادئا، واستغرقت وقتا لأقدر حقيقة الأشياء التي ربما نسيتها،
مدى أهمية الرسالة التي يجسدها متحف اللوفر أبو ظبي والتي تنقلها كل متاحفنا؟ نحن مراكز للثقافة وللفكر، والأمر الأهم أننا نغير أساليب التفكير عندما نعرض للشباب ونعرض لما يزورون المتحف للمرة الأولى تلك الوسيلة الرائعة لنفهم بعضنا البعض، لنفهم ثقافات وأديان بعضنا البعض. إنها رسالة رائعة علينا أن نقدمها هنا، نعرض من خلالها جمال وروعة عالمنا ليراها الجميع، ونفتح أبوابنا للجميع. نحن لسنا مؤسسة مغلقة، بل نحن مؤسسة مفتوحة تماما في هذا العصر. هذا ما نحتاج إليه فعلا. لذا وددت أن أسرد عليكم هذه القصة الصغيرة، وأتمنى أن أتشارك معكم بعض الصور التي التقطتها والابتسامة التي كانت تعلو وجه أبنائي أثناء استمتاعهم بهذا المتحف الرائع، وصورتي وأنا أسير مع بنتهم وأحاول أن أمنعهم من لمس اللوحات. تلك كانت لحظات رائعة. وما يأخذنا إلى هذه المرحلة، الكثير من حضراتكم جئتم إلى أبو ظبي والبعض لم يزر أبو ظبي، آملوا أن تزور أبو ظبي. حاليا يوجد لدينا أمل في نهاية المطاف، وكلنا بدأنا نرى الاختراقات الطبية التي تحدث، وفي وقت قريب آمل أن ننسى تماما أمر هذه الجائحة، ننسى جوانبها السلبية، لكن دعونا لا ننسى جوانبها الإيجابية، الجوانب الإيجابية التي جعلتنا نعيد التفكير في كيفية ترابطنا، ونعيد التفكير في كيف نرغب في أن نكون شركاء منفتحين، فلسنا في هذا الأمر وحدنا. أتذكر عندما بدأت الجائحة، إحدى الأمور الأولى التي قمنا بها ليس فقط النظر بداخلنا، ولكن النظر خارجنا، وتواصلنا مع شركائنا جميعا، تواصلنا مع أرميتاج، تواصلنا مع متحف اللوفر في باريس، والمتحف البريطاني وغوغنهايم والمتاحف الأخرى محليا وإقليميا ودوليا. كان علينا أن نقوم بذلك سويا، وأن نجد الحلول لنفتح هذه المؤسسات الرائعة للعالم. كان ذلك أمرا مذهلا، وكيف تعاوننا مع بعضنا البعض، وكيف سنقوم بإقامة المعارض مستقبلا، وكيف سنبقى نحافظ على سلامة العاملين لدينا، وكيف نحافظ على ذلك الانفتاح. وهذا أمر موجود يسري في دمائنا، هذا أمر لا ينبغي أن ننساه في الأوقات الجيدة والأوقات العصيبة. كما قلت من قبل، نحن صوتا واحدا، نحن جميعا سنبث رسالة مفادها أن الثقافة مهمة للغاية. في وجهة نظري الثقافة هي العمود الفقري لأي مجتمع، ونحن بالفعل نشكل دعائم هذا المجتمع. في أبو ظبي نحن ندعم الثقافة تماما كجزء أساسي من مستقبلنا. فكما تعلمون إن متحف اللوفر أبو ظبي على مدار 3 سنوات من إنشائه، الكثير من الأمور تمت لتعزيز مجموعاتنا الفنية وتعزيز الأبحاث والأبحاث الفنية والثقافية، ونواصل في تنمية هذا المتحف. ماذا لا نموه متواصلا، لكننا نسير بشكل سريع ونصل إلى مرحلة النضج بشكل سريع، ونتعلم، كلنا نتعلم ونستفيد. لكن استراتيجيتنا خاصة في الثقافة، وعندما نتحدث عن السعديات لا تبدأ ولا تنتهي بمتحف اللوفر فقط، فالكثير من الأمور تحدث بينما نتحدث. وفي طرفة عين سنرى أنها بلغت مرحلة النضج. اليوم لدينا متحف زايد الوطني قيد الإنشاء وقريبا للغاية سيكتمل بناؤه. إن هذا متحف سيخبرنا ويخبر شعبنا ويخبر شعوب العالم عن التاريخ الرائع لهذه الأرض وهذا الشعب، وكيف أنها لطالما كانت نقطة التقاء بين الشرق والغرب. ستوضح كيف أن قبولنا للعالم أمر يسري في دمائنا وجزء من كينونتنا. وقريبا سنفتح أبواب متحف غوغنهايم أبو ظبي، وهو متحف سيعرض الفن المعاصر عالميا، كل ذلك على قدم المساواة. سيكون لدينا فنون رائعة تأتي من أفريقيا ومن جنوب شرقي آسيا، وأعمال فنية رائعة أيضا من أوروبا الشرقية ومن غيرها، ومن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. كل هذا سيتم جمعه، سيجمع حقيقة. لن يكون مسألة تواصل فقط، بل سنعرض الفن بجماله المحض، وكيف أن كل تلك الأعمال تتكامل مع بعضها البعض. مشروع آخر لدينا ليس بالضرورة مشروعا ثقافيا، لكنه من أحد أهم المشروعات الخاصة بالتعاون بين الأديان، وهو بيت العائلة الإبراهيمية. في الوقت نفسه لقد بدأنا مشروعات على الجزيرة، متحفين جديدين سيكملان هذه الدائرة الكاملة من الثقافة، نرى فيها الثقافة والحداثة والمستقبل.
نؤمن بهذا الصوت الذي ستسمعونه في السعديات، وآمل حقيقة أنه عندما تنتهي كل هذه المشروعات ستأتون وستجدون الأمور مختلفة وتكونون أفضل في ذلك، ويكون هناك المزيد من الفهم وفهم حقيقة الإنسان وكينونته. تلك هي رؤيتنا عندما نتحدث عن استراتيجية أبو ظبي الثقافية، تزكير الناس بمعنى أن نصغي لبعضنا البعض ونذكر الناس كيف أن ثقافتكم وفنونكم وتاريخكم هو بنفس أهمية تاريخي وثقافتي. بدلا من أن نهاجم بعضنا البعض، دعونا نتعلم من بعضنا البعض ونتكاتف. هذا هو جوهر جهودنا. لا أود أن أتحدث بصورة فلسفية، لكن أفكر صباح اليوم عما كنت سأتحدث فيه، وحقيقة ما طرأ على ذهني أولا أنه عند زيارتي الأولى لموطني، عندما بدأنا هذا الأمر من الفتح بعد الجائحة، وعندما ذهبت لزيارة متحف اللغة أبوظبي، وتلك الطاقة الإيجابية والأمل والحب والاهتمام والفضول كلها متداخلة، وهذا ما نقدمه للناس أيها السيدات والسادة. هذا هو الأمر الهام للغاية، دعونا لا ننسى ذلك. أود أن أشكر حضراتكم جميعا، لأن عام 2020 كان حافلا بالتحديات، لكن في الوقت نفسه هو عام يوضح قوتنا، قوتنا سويا، وكلنا عملنا لمساعدة بعضنا البعض لإيجاد حلول. لقد كان من الرائع أن ذلك، كان هناك خوف في بداية تفشي الوباء أن الخطوة أن الثقافة سوف تتراجع، لكن العمل الذي قمنا به وتأكدنا من أن الثقافة هي التي تتصدر الأولويات لكل شخص، وأعتقد أننا إذا وصلنا القيام بذلك ووصلنا تقديم هذه الرسالة بقوة والعمل سويا، فسيكون هناك مستقبل مشرق لنا جميعا. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا. هذا هو هدفنا، وآمل أن أراكم جميعا قريبا، وآمل أن أراكم في متحف اللغة أبوظبي قريبا، وآمل أن أستمتع برفقتكم قريبا. أتمنى لكم السلامة والسعادة والصحة. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا. والآن يسعدنا أن نرحب على المسرح بالسيدة ماري ويستمر، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، والسيد منوي ربتين، مدير متحف اللوفر أبوظبي. شكرا جزيلا لحضرتكم. نشكر سعادة محمد خليفة المبارك على كلمته الرائعة وعلى دعمه المميز لنا والدعم الكبير من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. صباح الخير، مساء الخير، أرحب بحضرتكم جميعا في المتاحف بإطار جديد. اسمي ماريت وسترمان، وأنا نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي. إن جامعتنا يسعدها أن تسهم في استضافة هذا المؤتمر الهام مع متحف اللغة أبوظبي الذي هو يقع قريبا منا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. عام 2010 عقدنا مؤتمرا بعنوان المتاحف والفنون هنا والآن. قمنا بذلك على الرغم من أنه كنا سنفتح أبوابنا ذلك العام، وكانت الأخبار الخاصة بمتحف اللغة أبوظبي والمتاحف الكبيرة والمتحف الوطني للشيخ زايد وغيرهم من المتاحف الضخمة التي ستفتح أبوابها في أبوظبي. بالنظر إلى الأفق المتميزة لهذه المتاحف هنا في جزيرة السعديات في أبوظبي، وددنا أن ندعو الأطراف المعنية وكذلك مجتمع المتاحف الدولي للتساؤل عما هو مجال الفن والمتاحف في أبوظبي، وبدأنا نتعاون معهم من شتى أنحاء العالم لإعادة النظر في مفهوم المتاحف. لو بدأنا أن ننشئها من الصفر وننتقل بها إلى المستوى الأعلى هنا في أبوظبي كما يحدث هنا، وهناك متاحف راسخة من شتى أنحاء العالم بدأت تفكر في أهداف المتاحف هذه، وكان الأمر يتطلب بالفعل أن نسأل من أيضا يستفيد من وجودها. وكذلك توجد الكثير من المتاحف بالأحكام المختلفة والتي تعرض أجزاء مختلفة من التاريخ المحلي وغيره، وهذا كان له أهمية كبيرة فيما يتعلق بأهمية متحف اللوف وقيمتها للمدن.
والكثير من الوثائق التاريخية الهامة. نرى أن هناك مساحات رائعة بها الكثير من الإبداع والابتكار، وهذا أمر يجعلنا نهتم بالمتاحف كثيرا. إذن هناك مشكلات أخرى نواجهها في المتاحف اليوم، لكنها أبدت مؤونة كبيرة للالتقاء بجمهورها عبر الإنترنت. فالمتاحف لديها هذه المساحات الافتراضية أيضا، لكن دون المجموعات المتحفية وتلك المعارض والمباني والمواقع، ودون القدرة على جمع الناس سويا لمتابعة هذه الأعمال الفنية الرائعة، سيكون من الصعب على المتاحف أن تواصل مسيرتها وأن تتفاعل مع المجتمعات والمستخدمين وأن تحافظ وتصون المقتنيات لأجيال جديدة. يكاد يكون من المستحيل بالنسبة لهم أن يقوموا بإقامة فعاليات مجتمعية مثل التي كانوا يقومونها في الماضي، ولكي يرى الناس هذه المقتنيات الرائعة وينظرون إلى التاريخ الثقافي والإبداع البشري على مدار آلاف السنين. هذا ما تجسده المتاحف وتقوم به. كذلك أيضا عندما شهدنا تقلصا في هذه النماذج، كان هناك ضغطا على نموذج أعمالها، ومع ذلك فهناك الأمل الذي يجعلنا نتكاتف سويا ونتعلم من بعضنا البعض. إذن الفن والمتاحف أمر غاية في الأهمية. نحن مستعدون أن نبدأ في 18 من أبريل، وقبلها بثلاثة أيام في 15 من أبريل ستغلق مساحتنا، لأن هناك بركان كبير في أيسلندا كان قد بدأ آنذاك في تعقيد السفر. معظم الناس آنذاك عندما جاءوا إلى هنا كان لديهم حافز كبير للاستفادة من المنطقة، وأنا بالفعل سعيدة أنه سيكون معنا على مدار الأيام المقبلة كثير من هؤلاء. بالعودة إلى تلك اللحظة المتوترة آنذاك، أنه منذ 10 سنوات ما كنا لنجد هذا التجمع عبر الإنترنت مثل ما نفعل اليوم. إن المعاناة البشرية التي تسبب فيها ذلك الوباء وهذه الجائحة بالفعل تفطر القلوب، ومع ذلك فإن البشرية قد أثبتت مرونتها، خاصة في وجه التحديات التي تواجهها العوائل المختلفة والأسر والثقافات والمؤسسات الثقافية. فكل منهم يستخدم كل الأدوات المتاحة للحفاظ على التواصل وعلى مواصلة عملنا في المساحة الافتراضية المتاحة لنا. وبهذه الروح مانويل رابتي مدير متحف اللوفر أبو ظبي سيواصل عرض هذا الأمر في هذا المنتدى الموجود لدينا بالتواصل مع حضرتكم هنا في أبو ظبي. إن هذه اللحظة الفارقة تعطي المتاحف فرصة لوضع إطار جديد لأعمالها وتوضيح مغزاها. إنها مؤسسات بها الكثير من الامتداد والتاريخ، ولقد تغلبت على الكثير من الأزمات على مدار الأيام الثلاث المقبلة. إن هذا المؤتمر سينظر في ثلاثة دعامات أساسية لطالما دعمت عمل المتاحف، وهي المجموعات المتحفية ومواقع البناء وكذلك الأشخاص. على الرغم من أن الاستعارة الخاصة بالدعائم هذه تبدو جذابة لنا، إلا لا نفكر فيها بصفتها دعم دائم لا يتغير. فالمقتنيات المتحفية والمجموعات الفنية والأفراد أجزاء أساسية تشكل جزءا من عمل المتاحف في كل المواقع وكل الأزمنة. إن المجموعات الفنية على سبيل المثال توفر الأسس الراسخة لعمل المتاحف. إذن مسألة بناء هذه المجموعات أمر غاية في الأهمية. سيكون هناك في هذا العالم أيضا الكثير من المشاركة للمجموعات المتحفية والمجموعات الفنية فيما نسميه المعارض المشتركة وما إلى ذلك. هذا من شأنه أن يجمع الناس الذين يقومون بالبحث عنها وبيعها وشرائها، وحتى من فقدوا مجموعات فنية، كلهم الكل سيسعى لصونها وحمايتها وحفظها. الناس يقيمون وينشئون المتاحف لصيانة هذه المجموعات الفنية ولكي تعيش وتستمر. كيف تتم صيانتها وكيف تتم مشاركتها؟ هذا يعتمد كثيرا على الموقف الذي يتم التعامل معه ماديا وافتراضيا في هذه الجزئية. إذن معظم الأمور هنا ترتبط بمسألة الهدف الحقيقي من إنشاء المتاحف، لطالما تم استخدامها من أشخاص ذوي خبرة بأهداف التعليم والثقافة. اليوم نرى أن الكثير من المتاحف ترى نفسها كأنها مواقع لجمع الناس، والكل لابد أن يكون لهم كلمتهم
في معنى المتاحف بالنسبة لهم. إن فتح المتاحف التي بها خبرة كبيرة في هذا السياق لم يكن سهلا، لكنه أمر قد حدث، وأدى ذلك إلى الإدراك بأنه ما من متحف يسرد قصة واحدة. إنه لشرف كبير لنا في جامعة نيويورك أبو ظبي أن نساهم في استضافة هذا المؤتمر مع متحف اللوفر أبو ظبي. إن مؤسستنا تعمل على مسألة نقل ونشر المعرفة والاحتفاء بالثقافة والمعرفة. إن متحف اللوفر أبو ظبي قد قدم معنى وضوءا جديدا على المتاحف العالمية، ونحن في جامعة نيويورك أبو ظبي ملتزمون بتعزيز الرسالة العالمية للمعرفة. وهذه الرسالة العالمية ليس معناها أن البشر متطابقون أو أن كل المؤسسات متطابقة، على العكس، إن العالمية في الخبرة البشرية ترتبط بتميزها عن بعضها البعض، والتنوع أحيانا يؤدي إلى الانقسامات، لكنه أيضا هو من أكبر نقاط قوتنا. إذن نتحدث عن ثراء هذه الخبرة الإنسانية والبشرية واستمراريتها وقدرتنا على التعلم منها. أود أن أشكر مانويل وفريقه الرائع في متحف اللوفر أبو ظبي واللجنة المنظمة المشتركة أيضا بالتعاون مع جامعة نيويورك أبو ظبي التي يتصدر أماني زكريا وسلمان البغدادي وعلياء الشامسي. إن أسماءهم تمثل الكثيرين في جامعة نيويورك أبو ظبي ومتحف اللوفر أبو ظبي ممن يعملون سويا بهذه الجهود، ونحن ممتنون لهم جميعا على كافة الجهود التي بذلوها. ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل المتحدثين البائزين ومشرفي الجلسات والمتحدثين الذين يشاركون معنا وقتهم ألهام وأفكارهم وحكمتهم. نشجع حضرتكم جميعا على استخدام هذه المنصة للتفاعل مع بعضكم البعض، وخاصة الاستفادة من هذا المنتدى الحافل بالخبرات. لقد كان لدينا آلاف من المشاركين الذين سجلوا الحضور في زوم لحضور هذا المؤتمر، وخلال ساعات سيتسنى لحضرتكم التواصل معهم على مدار ساعات طويلة وعلى مدار هذه الأيام المقبلة. وأيضا نرغب في الحصول على التغذية المرتدة والآراء من حضرتكم، لأن نرغب في تعديل هذا المؤتمر وهذه الخبرة لنمضي قدما بها. هذا المؤتمر بالفعل به الكثير من الأصداء من أبو ظبي إلى أمستردام، من لوس أنجلوس إلى دكار إلى دلهي، من سيدني إلى شنغهاي. بهذه العزيمة الراسخة من كافة الأطراف المعنية، نرغب في ترسيخ هذه المفاهيم ليكون التعاون بين المتاحف دائما موجودا، ونرحب بكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا ماريت. اسمي مانويل رابتي، وأنا مدير متحف اللوفر أبو ظبي هذا الذي ترونه أمامكم، ذلك المتحف الرائع. إنه لشرف كبير لي أن أتحدث إلى حضرتكم اليوم. أتوجه بخالص الشكر والتقدير من كل ما تعاون معنا من أبو ظبي ومن شتى أنحاء العالم. أولا أشكر دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، وأشكر سعادة محمد خليفة المبارك الذي قدم لنا هذه الكلمة الرائعة ورؤيته الثاقبة. أشكر أيضا الكثير من العواطف الرائعة التي شهدناها من المضيف المعاون لنا جامعة نيويورك أبو ظبي وسيدة ماريت الذين ساعدونا في إقامة هذا المشروع عبر الإنترنت للتعاون في ذلك السياق. و لدينا الآن المركز الدولي للمتاحف. أود أن أشكر شركائنا والمنظمين معنا وكافة فرق العمل التي مكنتنا من إقامة هذه الفعالية الرقمية، وأشكر علي الشمسي وسارة محمود الذين عملوا معنا ليلا ونهارا لإقامة هذه الفعالية في متحف اللوفر أبو ظبي. أشكر اللجنة المنظمة التي عملت وأقامت دورا مميزا، وجامعة نيويورك أبو ظبي، مايا أديسون والمقدادي، والذين عملوا بكد واجتهاد مع مساعدة روبرت باتيسيوس من اليوم الأول، في من جل متحف لوفر أبو ظبي، إميلي دوسي وماي ميسو
وسوريا نجيم وعلياء الشامسي في صياغة هذا النقاش والتمهيد له. أود بكل تأكيد أن أشكر كافة المتحدثين من شتى أرجاء العالم الذين قبلوا أن يكونوا معنا على مدار الأيام الثلاثة المقبلة. أتوجه بالشكر والتقدير أيضا لشركائنا في الإعلام سكاي نيوز أريبيا والاتحاد وغيرهم من المؤسسات. والكثير من الأسئلة يمكن أن تذكر، لماذا نقوم بهذه الفعالية الهامة؟ ما هي نقطة الانطلاق؟ أقول إن هذه لحظة فارقة بالفعل، ونحتفي بالذكرى السنوية العاشرة أيضا. هذا أمر هام لأبو ظبي، بالطبع في متحف اللغة أبو ظبي نحتفل بالذكرى السنوية الثالثة لافتتاح متحف اللغة أبو ظبي، وهذا أول متحف من نوعه في العالم العربي وبتصميمه المميز هذا، والذي افتتح عام 2017 في شهر نوفمبر، لكنه أيضا علامة فارقة لما استطعنا إنجازه في أبو ظبي في جزيرة السعديات. هنا على مدار 10 سنوات سعينا لإنشائه. في الفريق الذي ينظم هذه الفعاليات نعتقد أن المتاحف بالفعل لها دورها الثقافي بارز، وهي جزء أساسي من التواصل بين الشعوب. ولكن بالطبع هناك أيضا بعض نقاط الضعف، فاليوم لحظة فارقة لابد أن نتعلم فيها من خلال النقاشات ذات الصلة. لماذا هنا؟ لماذا متحف اللوفر أبو ظبي؟ ولماذا جزيرة السعديات؟ نفكر ونؤكد على التزام أبو ظبي بدعم الثقافة، وأن تعطينا هذه القدرة على أن نواصل النقاش البناء. إن أبو ظبي بها ذلك الحس من الانفتاح والتعاون والابتكار وتقديم الفرص لتنفيذ مبادرات رائعة مثل هذا المتحف وهذا المنتدى. نعم، في نفس المساحة هنا لدينا متحف غوغنهايم قريب من هنا، ولدينا بيت العائلة الإبراهيمية قريب منا هنا، كل ذلك في السعديات. وعلى الرغم من ذلك هناك أكثر من 90 دولة ممثلة، أو أكثر من 190 جنسية يعيشون في أبو ظبي، ومتحف اللغة أبو ظبي يركز على تمكين هذه المؤسسات. وعلى بعد لحظات منا هنا نرى كيف تتم المشاركة، مشاركة المعلومات والمعرفة بين الخبراء والأكاديميين. كافة المؤسسات هنا في جامعة نيويورك أبو ظبي ومتحف اللغة أبو ظبي نتشارك في هذه المعلومات والمعرفة، ولدينا الأبحاث التي تتسم بالابتكار والاكتشافات الجديدة وتعزيز الابتكار والأبحاث. هذا ما نقوم به لمجتمعاتنا المحلية وما نقدمه للعالم أجمع. نعمل هنا على الصعيدين المحلي والدولي، ولهذا ندعو العالم بأسره ليتواصل معنا هنا. في مرحلة ما كنا نرغب في أن ننضم لهذا المنتدى وهذا المؤتمر المميز الذي بدأ بالفعل في عرض هذه الأفكار، لكننا اخترنا أن نقيمه سويا وأن نستخدم هذه المنصة كفرصة تمكننا جميعا من أن نجمع المزيد من الأصوات. هذا يجعلنا جميعا قادرين على الاستعداد لذلك. نتحدث عن كيف يمكن لهذه الأصوات المميزة أن تدعو مختلف أمناء المتاحف من شتى أنحاء العالم والخبراء المتميزين، وهؤلاء الذين جاءوا من دول مختلفة يخبروننا بآرائهم ويعبروا عن أصواتهم ويتشاركوا معنا في الأفكار التي يرغبون في طرحها، لكي نتمكن من تعديل ذلك في إطار النقاش. لقد استخدمنا ما كان يمكن أن يمثل تحديا لتقديم مساحة مشتركة للمزيد من الأصوات. ما هي الأشياء التي سنناقشها على مدار الأيام الثلاث المقبلة؟ لدينا أكثر من 60 متحدثا من شتى أنحاء العالم يجتمعون لنقاشات بناءة، لتقديم دراسات حالات وحوار بناء من خلال الجلسات المنفصلة وجلسات التشبيك وجلسات النقاش وما يسمى بالمقاهي الافتراضية. نحن ممتنون ويشرفنا أن تكون الكلمة الأولى الملهمة عن الرؤية قدمها رئيسنا معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي. وخلال بضع ساعات سيحدثنا أخوان أنتيب باسيان، وهو أستاذ في جامعة نيويورك أبو ظبي،
وسيقدم لنا بعض الملاحظات، وسينضم لنا أيضا جانيك مارتينيز من متحف اللوفر باريس، ولدينا أيضا هذه النظرة لذلك المتحف المبتكر. على مدار الأيام المقبلة سيكون لدينا كلمة من معالي نور الكعبي ومدير ثقافي الدولة، وكذلك أيضا سيكون لدينا الكثير من الحوارات من مدير متحف الفنون ومن الشاعر الإماراتي نجوم أحمد. حتى لو حاولت أن أذكر كافة المتحدثين الذين قبلوا حقيقة بكل كرم وسخاء أن يشاركوا معنا لن يتسع الوقت لذلك، لكن لابد أن أقول أننا بالفعل لدينا 1000 مشارك في هذا المؤتمر الهام، لكن بالطبع سيمكنكم الاطلاع على هذا المحتوى المميز. لدينا 65 دولة ممثلة هنا، من نيوزيلندا وصولا إلى كازاخستان إلى الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نحن ممتنون أن الكثير من حضراتكم سينضمون لنا من شتى أنحاء العالم، وهذا أمر غاية في الأهمية. كافة الجلسات ستكون متاحة لحضراتكم من خلال reframingmuseums.ae أو قناتنا على يوتيوب reframingmuseums على يوتيوب. رجاء لاحظوا أن النقاش سيكون متاحا لحضرتكم بعد قليل. نأمل أن البرنامج على مدار هذه الأيام 3 سيكون بالفعل حافلا بالمعلومات الإيجابية والبناءة، ويوفر لحضرتكم فرصة متميزة على مدار هذه الأيام 3. نحن نفتح أفاق النقاش خلال هذه الأيام 3 ولا نختمها، ونشجع حضرتكم على المتابعة والمشاركة، ونحن نرغب بالحديث عن التحديات الراهنة التي نواجهها وكيف يمكن أن نواجهها بصورة مبتكرة. أنتم جزء أساسي من ذلك، تحضرون من أماكن قريبة أو بعيدة. نأمل أن تكونوا معنا وتتشاركوا معنا في المتاحف بإطار جديد. شكرا لحضرتكم، شكرا جزيلا.